استاذ ايمن عم تسمعني؟ مرحبا. نعم. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا فيكم استاذ احمد. يا مرحبا. يبدو انه حتى مدير مركز الحفر للابحاث والتطبيقات في جامعه قونيا السيد فتح الله ارك محتار، انه شو قصة الحفرة اللي ظهرت فجأة بقونيا؟ هل هي فعلا مرتبطة بالزلزال الكبير الذي حدث في السادس من شباط؟ حقيقة يعني في هاي الفترة عم نلاحظ العديد من العوامل أو الآثار التي تحزن في الطبيعة. نعم. بعضها ما هو تكتوني وبعضها ما هو مرتبط بعملية العوامل الطبيعية التي يتعرض لها سطح القشرة الأرضية. نعم. حتى نفهم تماماً تركيب سطح القشرة الأرضية، يجب أن نعرف، أو إخوة المستمعين لازم يعرفوا أنه سطح القشرة الأرضية مكون من ثلاث أنواع من الصخور. أهمها هي الصخور النارية أو البركانية التي تنبثق من باطن الأرض وتظهر على السطح. ثانيها هي الصخور المتحولة والتي تتغير نتيجة لعوامل فيزيائية، منها الضغط والحرارة. نعم. إضافة إلى الصخور الرسوبية التي تتأثر بشكل كبير بعوامل الحت والتعرية. عوامل الحت والتعرية تتمثل بتأثير الشمس، الأمطار، الرياح والعوامل الإضافية أخرى، لكن هذه هي أهمها. نعم استاذنا. حقيقة إن ما حصل في حفرة قونيا هي ناتجة عن عوامل الحت والتعرية تماما، والسبب في ذلك يعود إلى تركيب الطبقات في المنطقة، فهي تتكون بشكل كبير من الأحجار الجيرية والكربونية. نعم. فنتيجة تسرب مياه الأمطار والمناخ الرطب في تلك المنطقة تقوم المياه بالتسرب إلى باطن الأرض. نعم. وأثناء عملية التسرب تحدث عمليات كيميائية تؤدي إلى الانحلال والحلمها. تمام. فبالتالي تؤدي إلى تغيير طبيعة هذه الصخور وتؤدي إلى ضعفها أيضا في الوقت نفسه. فهمت علي كيف أستاذي؟ نعم. ومع مرور الزمن والوقت تؤدي إلى ضعف هذه الطبقات، مما يؤدي إلى عملية انزلاق باتجاه باطن الأرض، فينتج عنها هبوط في التربة. نعم. وهي ما نسميه بعملية الانزلاق. يعني أمر طبيعي أستاذ أيمن باقي هذه الظاهرة. يعني لفت انتباهي ويمكن كتير ناس أنه الشكل المتقن يعني هذه الحفرة بشكل دائري، ويعني حتى بعض وسائل الإعلام أسمتها بحفرة نهاية العالم. هل هذه فعلا مبالغة أنه ولا الأمر طبيعي؟ يعني حفرة دائرية أثارت حيرة العلماء. يعني حتى الكلام الذي نقلته قبل قليل عن مدير مركز الحفر للأبحاث والتطبيقات، وكأنهم أيضا لحتى هذه اللحظة عم يجهلوا هذه الظاهرة. يعني طبعا أستاذ أحمد، بغض النظر عن الشكل الذي تتكون منه الحفرة، قد يكون دائري، قد يكون مستطيل، قد يؤدي إلى هبوط بشكل عشوائي. نعم. حسب الصور المنقولة من موقع الحفرة، يتبين أنه عبارة عن تربة وليست صخرية. أها. فهمت علي كيف؟ نعم. فهذا ما حصل على السطح يختلف تماما عما هو حاصل في باطن الأرض أو تحت الطبقة الرملية أو التربة. يعني الهبوط الذي حصل هو فعليا حاصل عن هبوط في الطبقة الجيرية والكلسية تحت طبقة التربة، وهذا ما يطلق عليه بالحد الكارثي الطبيعي. إذن هي الأمور طبيعية، يعني ظاهرة طبيعية. طيب. نعم طبيعية، تحدث في قونيا، تحدث في تركيا، تحدث في سوريا، تحدث في أي مكان، وهذا يعود إلى تركيب الطبقات
التي المتواجدة في باطن الأرض وفي المنطقة. طيب تحليلك أستاذ أيمن لا أوكي يعني حتى ننهي من ملف حفرة قونية، إذن هي ظاهرة طبيعية ليست جديدة هذه الظاهرة، وظهرت في قونية من أكثر من عام، ولكن الإعلام ربطها بالزلازل المتتالية، وهذا هو سؤالي. تفسيرك اليوم أستاذ أيمن لما يحدث من هزات متتالية وزلازل، يعني اليوم نتحدث معك واليوم للأسف حدث زلزال أيضا في ملاطية، لماذا؟ ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث في الأرض؟ حتى الحديث لا أدري إن قرأت عنها عن انحسار مياه البحر حسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. الأرض هل هي مريضة اليوم؟ الأرض ما الذي يحدث لها أستاذ أيمن؟ حقيقة في علم الأرض كل فترة قد تكون تقترب من القرن يحدث تغيير في الصفائح والقارات التي نحن نعيش على سطحها. فمثلا على سبيل المثال نذكر أن القارات السبع التي نحن الآن متواجدة على سطح الأرض منذ ملايين السنين كانت عبارة عن كتلة واحدة وتسمى بنغية أو القارة الأم. علميا القارات تبتعد عن بعضها كل 100 سنة بمسافة 1 سنتي. فتخيل يعني المسافات الآن، مثلا قارة أمريكا الآن أصبحت على هذا البعد، كم تبتعد عنا وكم عمر الأرض؟ أيضا هذه الحركات التكتونية أو نسميها الإرهاصات، الإرهاصات التكتونية هي مستمرة بشكل دائم وغير متوقفة، لكن بسبب احتباس الضغط والحرارة في باطن الأرض في بعض الأحيان وارتفاع درجة الحرارة تأتي في بعض الأماكن بشكل شديد، ويؤخذ بعين الاعتبار الأحزمة والنطاقات التي تكون نشطة عند تلاقي الصفائح والقارات. إذن يعني هذه أحداث طبيعية جيولوجية تحدث أستاذ أيمن. نعم. وكل ما يتعام هذا كلام علماء. يعني بالنسبة لطبيعة الأرض في تركيا، هل هي الأرض فعلا يعني الآن الصفيحة العربية والصفيحة الأوروبية والصفيحة الأناضول هنا في تركيا، موضوع الحفر التي تظهر في قونية، هل طبيعة الجيولوجيا التركية ضعيفة لهذا الحد أستاذ أيمن؟ هذه ليست لا علاقة لها بضعف التكوين التكتوني، ولكن هي عبارة عن حركات داخل باطن الأرض تتقاطع مع الأحزمة والنطاقات التي تجمع فيها صفيحة العربية مع صفيحة الأناضول مع صفيحة البحر الأبيض المتوسط. فهي كما يمكن أن نشبهها بعملية فالق أو شق يتقاطع في مكان واحد من 3 نقاط، فتكون الحركة فيها أكثر من غيرها. يعني تعتبر هي عبارة عن أماكن لخروج أو تنفس، لنقول تنفس الأرض باطن الأرض. بس إمتى يا أستاذ أيمن، يمكن السؤال اللي بيسألوا كتير الناس، إمتى الأرض بتهدى؟ يعني إمتى بنخلص من قصة هالزلازل والهزات اللي من بداية من 6 شباط لليوم كل يوم في هزات، أصبحنا بآلاف الهزات الارتدادية وعم يصير زلازل. نعم. فيعني السؤال أبرز، متى الأرض تهدى، تثبت الأرض؟ يعني أوكي متنفس، حدث ما حدث في طبقات الأرض، إلى متى نبقى نشعر بهذه الهزات وهذه الزلازل؟ طبعا لازم نعرف انه الحركة الأكبر او الأشد قد حدثت وانتهينا منها، تمام. ما يحدث بعد ذلك هي عملية استقرار وثبات للحركة التكتونية التي حصلت في 6 شباط. تمام. يعني الآن نحن نلاحظ عملية ترسية وثبات للصفائح التكتونية بعدما حصلت عملية الحركة الكبرى أو العظمى التي نأمل من الله تعالى أن لا تعاد أو لا تكرر إن شاء الله. يعني هي ستأخذ بعض الوقت لكن ستكون أخف بكثير عما حدث في الزلزال الذي حصل يوم 6 شباط.
المنطقة المحيطة بمنطقة الزلزال، يعني الزلزال وقع في جنوب تركيا، هل هذا يعني أنه يعني العلم عند الله دائما وأبدا، وموضوع الزلازل صعب التكهن به؟ ماذا عن باقي المناطق؟ أتحدث عن الشمال التركي، عن مدينة إسطنبول، هناك حديث أيضا عن زلزال إسطنبول والعمل كثير تقارير عن هذا الموضوع. هل هذا الزلزال يعني ريح الأرض شوي، نقول حاليا لا يمكن أن نتنبأ بزلزال قريب في إسطنبول يعني لا سمح الله؟ بس نجيب هذا السؤال لأنه كمان في كتير ناس تسأل عن موضوع إسطنبول حقيقة حقيقة في السنوات السابقة كانت الحكومة التركية تقوم على التركيز على إسطنبول وما سيحدث في إسطنبول والزلزال المدمر وإلى آخره. هي عبارة عن توقعات وتكهنات ودراسات يقوم بها العلماء. هذا شيء لا بد منه. أما أنه أحد يتنبأ بحدوث زلزال بوقت وزمان معين فهذا شيء من المستحيل. لا يمكن أحد لأحد أن يتنبأ بحدوث زلزال في ساعة معينة وفي يوم معين وفي توقيت معين. يعني كلنا شاهدنا، الجميع كنا نتوقع حدوث زلزال مدمر في إسطنبول ولكن حدث في مكان آخر وفي اتجاه آخر تماما. الزلزال يمكننا تشبيهه باختصار، هو كالموت، لا أحد يعلمه غير خالق الكون. ونعم بالله. ما هي رسالتك اليوم للناس اللي عم بيتابعونا أستاذ أيمن؟ ما هي نصائحك اللي حابب تقدمها للناس؟ حقيقة كما ذكرنا بأنه موضوع الزلازل لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن تأكيده في أي لحظة وفي أي زمن. العلماء يقوموا بالأبحاث والدراسات ومتابعة نشاط وباطن الأرض. نصيحنا لأهلنا وأقربانا وأخواننا هو الاستماع إلى المصادر الرسمية والجهات الحكومية الرسمية التي تعطي الكلام والمعلومات الصحيحة، ولا تنساق خلف الإشاعات ومواقع التواصل الاجتماعي غير الموثوقة. إضافة إلى ذلك، في حال حدوث أي حركة هزات أرضية زلزالية ارتدادية أو زلزال، اتباع التعليمات التي ترسل من الجهات الخاصة والتي يمكن الحفاظ قدر الإمكان على سلامة السكان والناس. بحكم اختصاصك أستاذ أيمن، سؤال أخير، هل الأرض بخير نعم أو لا؟ تفضل. الأرض بخير نعم أو لا؟ حقيقة باطن الأرض يختلف تماما عن سطح الأرض. لا، الباطن يعني نحن نعلم التلوث وما يحدث من بسبب الأبخرة والصناعات. باطن الأرض بحركة بديمومة دائمة، الحركات باطن الأرض، أصلا باطن الأرض هو عبارة عن كتلة منصهرة هي دائمة الحركة وتحدث حركات تكتونية، أحيانا نشعر لها في مناطقنا وأحيانا لا نشعر بها. إذن باطن الأرض، فبالتالي الأرض دائما متحركة وتحدث فيها حركة، وما يحصل هي عبارة عن حركات تكتونية حسب تكوين باطن الأرض. لكن هذه الظواهر التي تحدث، الزلازل والبراكين، فهي ناتجة عن عوامل داخلية تتعلق بالضغط والحرارة. ناهيك عن أيضا عن تصرفات الإنسان اللا منطقية يعني وحاربته لهذه البيئة. طبعا 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 طبعا، لكن على قدر الإمكان يعني أي تصرفات للبشر لا تصل إلى أعماق الأرض، حتى لا يمكن لأي معدي أو أي إمكانيات أن تصل إلى باطن الأرض. يعني أقصى حد يمكن أن تصل إليه لا يتعدى 12 كيلو متر. لكن يعني الهزة الأخيرة التي حصلت على عمق 18 كيلو متر تقريبا. ماذا بعد الهزة أستاذ أيمن؟ يعني الأسئلة ما بتخلص، ماذا بعد هذه الهزة؟ أكيد. بعد هذا الزلزال ماذا بعد؟ والله نسأل الله السلامة وما يحدث يعني خارج عن التوقعات وخارج عن ما يمكن التنبؤ به. حركة الزلازل حركة طبيعية، نأمل من الجميع توخي السلامة والابتعاد عن الأماكن المضاضعة
وعن الأماكن التي حصلت بها هزات إن كان زلازل أو هزات ارتدادية. أيمن باقي، بكالوريوس في العلوم الجيولوجية والجيولوجيا التطبيقية، شكرا جزيلا لك أستاذ أيمن لحضورك معي هلا إسطنبول وكل هذه المعلومات القيمة. أضم صوتي لصوتك وأتمنى السلامة أكيد لكل الناس، إن شاء الله يا رب هيك الأرض تثبت والله يتلطف بالعباد يا رب، ونسأل دائما نسأل الله اللطف والأمان والطمأنينة.